الأخ بشار لما سأله المذيع وقال له ما فكرتش تسيب السلطة؟ فالراجل اعتبر أنه يعني لا أسيبها ليه؟ لم أفكر في التخلي عن السلطة. اللي قالوا لي سيب السلطة دي دعوات من الخارج وأقلية شريرة في الداخل، والتنحي كان هروب. ده تقريبا منطق السيسي اللي بيضرب شعار ولا ثانية ضد إرادة الناس. انت بتقول مش عايزني والدستور بيقول مدتين بس، نفتح الدستور نعدله. قسما بالله لو ما عايزني لانا قاعد برضه. هي نفس البقرة وبيقعدوا تحتها كده يرضعوا، هي نفس البقرة، نفس الجاموسة. اي واعي شعب تحدث عن 3 مليون واحد هجروا في بلاد الله خلق الله، قول لهم ان في مليون سوري اتدفنوا تحت الارض. نفس الكلام بالظبط.